ماشي باي. يلا امشي وبتدهني زيت. ماشي. ايوه ما هي الماشيه دي بتاعت الزيت. ايوه والله ماشيه فظيعه. اه انت مبسوط؟ ايوه. هتستعمل انا ولا ايه؟ خلاص يا ابو الليل. انت مطلوب منك حاجات نفذتها ولا لا؟ ايوه انا بس عايز اعرف انت هتذبح كام عجل عشان ابو اسماعيل هيذبح سبعه. ابو اسماعيل هيذبح سبعه؟ سبعه جوه. يبقى انا هذبح ثمانيه. كتير يا ابو الليل. مش كتير يا ابني والله. كتير ثمانيه يا ابني. انا بحطهم في سندوتش واكلهم وانا بتفرج على زافويس كيدز بالليل. بتاكل ثمان عجول؟ باكلهم في سندوتش كده بالمايونيز. خلاص نتباح لك ثمانيه وهو سبعه. خلاص. طب وبقيه الحاجات الاحداث في... ايوه الواد بتاع الفراخ. عايز الواد حسنين الفرارجي؟ اسمه دبوسه ولا حسنين؟ انا عارف اسمه ايه. نادين. ايوه يا حسنين يا فرارجي. يا حسنين يا فرارجي. ايوه يا والي. تعالى علينا. عايز ايه مني يا والي؟ تعالى علينا. يا والي عايز ايه يا والي؟ تعالى علينا. ما بيدي يا والي والله. عايز ايه يا والي؟ الله. والله العظيم شبه الدبوس. والله العظيم. ايه يا ولا عايز ايه؟ يا حسنين. ايه في ايه يا ولا؟ في ايه؟ قلت لك 100 نوبه يا ولا ما تقوليش حسنين يا فرارجي. امال اقول لك ايه؟ قول لي يا كوكي. ايوه على اسم امي. كوكي يا ابن الناجتس. استغفر الله العظيم. يعني واقف قدام المجام وانت ناجتس؟ يا ابني روح استحمى وصلي ركعتين يا ابني. ده انت عيل ناجتس صحيح والله. ايه يا ابني ده؟ تقعد تمسك في جناحات الفرخه دي وفي دراعات الفرخه دي وتجيلنا اخر اليوم ناجتس صح؟ في ايه؟ ده كان جرف عيل. عايز ايه مني يا عم ابو الليل؟ ايه؟ عايز ايه مني يا ابو الليل؟ ابو الليل؟ ايوه. قول لي يا بابا ابو الليل. عايز ايه مني يا بابا ابو الليل؟ خد يا تعالى. عايز ايه؟ ابو اسماعيل طلب منك كام فرخه؟ 20 جوز. 20 جوز فراخ؟ انا عايز 50 جوز فراخ. ايه؟ عايز مني 50 جوز؟ ايوه. ويا ترى ايه مواصفات الفراخ دي يا ولد؟ انت نكت من اول 50 هتعمل فيها جناح وماشيين عامل لي كده؟ اي ده بيعه دي نكته. عايزين الفراخ دي تبقى بلدي. ايوه واهم حاجه الفراخ دي يبقى عسل كده. ما تبقاش وحشه يعني. يعني ايه عسل؟ غلبتوني. مواصفاتها ايه؟ مطلوب الفرخه يا بنت بنوت مش جايه وعلى تدفع كركوت. مطلوب للشغل تفرق تاني. تبيض ولا عبقى انتك وتنام والصدر يكون سنه تخين والوسط مقاش 35 بالماء. فراخنا على الفرازي هتدي وصل لك طريه وطازه. فهمت الفراخ؟ ايوه يا ولا. كله تمام؟ ده طلبك عندي. انت بتعمل ايه انت؟ انت يا ابو الليل بتعمل ايه؟ استنى هوقعه وهاخد محاولة تانية. استنى. هو ايه ده اللي هتوقعه؟ في واحد ما بيضحكش فوقاني شايفه. قوم يا راجل يا لطف. قوم يا ابني. انا كبير البلد. كبير؟ انت كبير البلد؟ انت كبير يعني. فهمت هتعملوا ايه؟ أيوة. عشان بكره المولد. ماشي. احنا سياد المولد. احنا سياد المولد. مش ابو اسماعيل. لا اما تمام. لا وبتاع ايه؟ احنا نسايب. انا اخرج بره مش عارف هعمل ايه وربنا. روح لف انت على الترعه شويه. تمام. خلي بالك. ماشي. ماشي. ايه يا ولا ساتور ده؟